نفكر بالحب منها. بسم الله تنزل بالزيت في الماضي ما شاء الله. نديرو واحد ديك البلديه نبدا نخلي صافي كنت بعرفوها انا بس نشريها. غنديرو طاجون دروك غنديرو بزار خلينا على الفكرة بسحب شوفي كنخلي العطية غنديرو طاجون دروك غنديرو التحميرة وزرار نديرها فوق النار حبيت نقول لكم ان شاء الله غنكثر الخشوف كنسوقو هكايا مع تنسوق الطاجين بالنسبه للطاجين ها هو بسم الله ها هو هذا بسم الله بغيت نشحط غنديرو بقيت زوا دابا شويه غادي نديرها شويه غادي نشوف ان شاء الله نديرها شويه ديال الماء حاول تاخد من الزبونه سمحوا لي انا صحابي واش كان فيلمي ساعه ما تفيلمش لي ما عرفتش علاش الكاميرا خرجت ليا كحله. المهم هنا سديت عليه التطاب وحطيته بالصحه والراحه. كنعتذر منكم شكرا. السلام عليكم متتبعي ديالي في اليوتيوب، مرحبا بكم في قناه زهره شاني زهره. بغيت نتقاسم معكم كسكس ديال الجمعه اللي كنتمنى يعجبكم. سمحوا لي راه كنت صورت الاول ما عرف كيفاش تمشي ليا، بقى ليا غير هذا الشيء. ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله المره الجايه نبدا لكم الكسكس من الاول حتى الاخر. كنتمنى يعجبكم التقديم ديالي، وما تنساوش اللايك والاشتراك وبارطاج بارطاج شكرا. واي حاجه بغيتي نديرها لكم يا ريت تكتبوها لي في التعليق. كيف ما كانت الطياب بالنسبه للطياب بزاف ان شاء الله ما يكون غير خير، ونبقى نبارطاجي معكم داك الشيء يكون شعبي. وان شاء الله غادي ندير لكم المره الجايه الماكله السوسيه باذن الله. يلا السلام عليكم. طفي طفي العمل نحبس باش ما تعجن زعما. الله
واش هادشي ديالنا ها الرجال هادي ها ويلي الرجال ها ديال الرجال شوف واحد اخر ايوا انا سميتي عبد القادر وانتوما فين هي المغرفة المغرفة يا زهرة صافي قطعي قطعي اش اخباركم لاباس عليكم كلشي بخير بغيت نتقاس معكم الغداء ديالي دابا هذا زعلوب يلا قطعت الدنجال ونقيته من التنقيه درتو في الماء تيتقلى تيتسلق وهنايا دابا نوريكم واحد الطبق الثاني هانتوما على صوص الزعلوب درت جوج مطيشات ها الربيع نديرو دابا العطريه نديروها الملحه صافي ليا حيت عندي شاده بيد وخدامه بيد المهم العطريه البنات راه خاص كل واحد راه كيعرف المذاق ديالو ها لي بزار سكن جميل تحميره الربيع راه درتو دقيناه مع الثومه البنات راه طحناه مع الثومه هذا الخرقوم البلدي كاين ها الكمونه البنات دابا البنات غنديرو زويته بلديه ونحطوها فوق النار ها انتما البنات هيا البنات شوفوا ليا نسيت ما صحاب لي كنصور هيا بعد ما درت الدنجال هنايا بلا داك المطيشه شوفوا ليا حيت كنصور بيد كنخدم بيد هيا السلطه ديال اللوبيا تنديرها لكم حتى هي ان شاء الله هذه السلطه هي ديال الروز تنصورها لكم حتى هي هذه السلطه ديال المطيشه هادي ديال البطاطا وخيزو راه درتو باقا البطاطا المهم نشارك معكم البنات خديوتي اليوم نقطعوها هذا القزبور هذا راه خيزو مطلق زعما قزبور مليحه السعوديه هادي تحميره هذا بزار ثم مبقوقه يا بنات دابا غنديرو نزيدو زويته بلديه وغنديرو هاد السلطه فيها وغنديرو فوق العافيه البنات هادي سلطه ديال سلطه ماروكان مطيشه بصله فلفله درت معاها في التبزيره ديالها يعني زيت البلديه مليحه بغيره كمون والحامض في بلاصة الخل وشوية القزبر والمعدن والسلطة المغربية هاد الطاجين هادا البطاطا تا هي غنسطيوها نفس المقادير اللي درنا الخيزو هادي الروز درنا ليها طون وميس هاد الصالط بعد ما صاوبتو ها هو الزعلوب ديك البطاطا اللي قلت لكم صوتيه هي و خيزو هذه سمحوا لي هذه مطيشه والبصله والفلفله وهذه الرز والمايس بسم الله مرحبا بكم
ها هو الديسير. يعني يوم البنات سمحوا لي كتحب واش درت سجلت هذا شادي كل شيء عندي هاد الطرميره ديت واحد الدجاجه حيت ما قدنيش هادو باش نديرهم في الفرن ان شاء الله. هنا دايرين زويته بلديه مع زبيده مع تحميره ولا موطار باش ندهنوهم وندخلهم الفران. هكا هي ندهنوها بديك الخلطة العجيبة اللي تليكم. نديرها في الفران وديرتو في الفران ها هو كيتحمر هكايا المهم معاكم حتى يطيب وانا معاكم بعد باش غادي نبريزونطوه ان شاء الله. ها انتوما دابا هادو نخرجهم من الفران حمرتهم في الفران ها انتوما هادي حيت يلاه خرجتها معايا معطلة عاد نحمرها. هانتوما هذا هو الطبق الأخير، كنتمنى يكون عجبكم ويكون في متناول الجميع. تقسمت معكم العرضة ديالي لبنت خويا اللي شات من النمسا بالصحة والراحة. Thank you.